تعالوا مع بعض نعمل طبق شوربه، شوربه المشروم بالكريمه. نستاذن فريق الاعداد الجميل استاذ محمد مقادير شوربه المشروم بالكريمه. معانا مشروم طازه، معانا اهو نقطعه كده حلو قوي، ومعانا كريمه لباني وشويه حليب، بصلايه ناعمه مش هحط لها توم ديت، ويا عم الشيف بهاراتك ملح وفلفل وزعتر وشويه روزماري اذا فيه. تقطيعه المشروم دي مهمه جدا على فكره، كل ما يجي المشروم تحت السكينه لازم نقول تقطيع المشروم بنفس الطريقه ديت عشان شخصيه المشروم تبان في قلب طبق الشوربه بعد السوى، ما تبانش كانها بصل، يبان كده ملامح الشوفان. حلو كده، طبعا المشروم اللي هو بيسموه عيش الغراب. حلو الكلام. الكريمه اللباني معايا، خلاص الطبق ده مش عايزه. حل على النار، زبده ولا زيت حبينها بالسمنه البلدي. يلا معلقه سمنه صغيره كده، بصلايه صغيره يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. انا عايزك وتوقف في المطبخ تنظيم الشغل يبقى بالطريقه ديت. يعني ايه بالطريقه دي يا شيف؟ يعني بنفس المستوى اللي انا شغال بيه، الحمام ينزل في النار، بدات اشتغل فيه الكبده بتاعتي علشان ادخلها الفرن، والحاجات اللي ما بتاخدش وقت كبير على النار اعملها بعدين زي الشوربه دي كده. طلعت اهي بمجرد ما نزلت بيها. ركزوا بقى على التركيه اللي جايه، وركزوا على المعلومه الغير معلومه، وركزوا على مهاره المطبخ. ولما بقول المطبخ رؤيه وفن وابداع مش من فراغ، من خبره السنين. شوربه الحمام اهي 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 اهي، فيها حمام فيها حمام، شوربه المشروم فيها حمام اهي اهي. العب يا شيف، العب يا شيف، العب يا شيف. خلصت الشوربه؟ خلصت والله، كده جاهزه. احط لك كريمه اللباني واقدمها. لسه تمام، خلصت الشوربه. خلاص وادي الكريمه اللباني عليها. ايه الشوربه اللي اتعملت دي في اقل عمال كوبايه الشاي؟ كرفس ملك الشوربه. فين الكرفس يا عم الشيف؟ اوبا 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 اهو، حلو ادي الكرفس. خلص الشرب. عينيا عينيا. هنا انتبه طبعا، انت احسن مني، انت في المطبخ، ما معكيش بقى اخراج وفريق عمل وكنترول. اطلع فاصل يا شيف، معاك دقيقه معاك دقيقتين، مفيش الكلام ده خالص، فانت في المطبخ سيده الموقف. نغرف الشوربه بتاعتي الحلوه دي كده. اغرف الشوربه، وانا بغرفها نطلع فاصل عشان لسه عندي شغل كتير. عندي شويه فول وعندي حمام هطلعه من الحله، يدخل الفرن كده مع معلقه سمنه بلدي، ونشوف شوربة المشروم اللي بالكريمة اللي اتعملت في خلال دقيقة من الوقت، أسرع شوربة في تاريخ البشرية. اللهم صل على النبي.